افتح يا ابني. يا باشا ما ينفعش ادخل حد الا بامر الباشمهندس. يا عم افتح، الدكتور مستعجل. ما تتصل بساعتك على التليفون. لا خلاص ما بقتش اتكلم في تليفونات. كركس يا ابني، خلي البعيد يسمع. بتهيألي في طريقه انضف من كده عشان تخش بيوت الناس المحترمه. وانا بتهيألي ان كان في بيننا عهد ووعد. عهد ووعد؟ دول بناتك؟ بناتي؟ احنا مش قاريين فتحة؟ قاريين فتحة بس ما لبسناش دبل. ووعدك بقى ان هي ما تبقاش دبل، تبقى قساوة. انا مش بهرج ولا انا والله. واضح كده انك انت ما فكرتش كويس قبل ما تعمل عملتك المهببة دي. واضح جدا ان انتوا ما فكرتوش كويس قبل ما تعملوا معايا الوسخات دي. انت فاكر الناس اللي بره دي هتحميك؟ ياما ناس كانوا ماشيين في مواكب وبخ. انا بوعيك عشان مصلحتك. انا عارف مصلحتي كويس. والله انت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي. انت مش قد عزة الطاهر. الطاهر ايه بقى؟ ده كان زمان، ما يفتكرش دلوقتي. يا ابني عقل وبلاش دماغك اللي هتوديك في داهيه دي. بلاش عشانك، عشان الست والدتك. مش هتستحمل اللي هيحصل لك. انت جيت هتدد في بيتي؟ ده ايه البجاحه دي؟ احلف لك بايه ان انا جاي عشان نحل اللي انت عقدته. صلي على النبي كده واستهدى بالله وتعالى نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي انت عملتها. ولو ليك مطالب نكلم الراجل فيه. ليه؟ ايه؟ تحله عن سمايا. واضح كده ان موضوع صفقة الامارات ده مزعلك. ماشي نحلها لك. انا شخصيا ما يردنيش خسارتك. خسارة ايه يا حنين؟ وانا دفعت مليم؟ دي فلوس كان المفروض تيجي وما جاتش. يعني مش خسران حاجة. طب ايه يرضيك؟ ده العمولة 5% طالعين من ودانك. عارف انت مشكلتك انك فاكر نفسك فاهم في كل حاجة. يا سيف الموضوع مش بيزنس وبس. يا راجل. ايوه الموضوع سياسه. انا مش قلت لك امبارح ان مخابرات 3 دول اشتركوا في الموضوع ده؟ افهم بقى، ساي عليك النبي. هما ناويين يتجسسوا على الايرانيين ولا ايه؟ انا ما قلتلكش حاجه. طب لصالح مين؟ هيكون لصالح مين؟ افهم انت بقى. يا ولاد الايه يا عفاريت، عشان نكون واضحين الكلام ده يطير في رقاب. اطمن. كويس انك قلت لي عشان افكر القنبله دي. اصل انا بالليل طالع مع لبنى عسل. يا عسل تبقى بتحفر قبرك بإيدك. المقابلة انتهت كده؟ ماشي، بس افتكر ان انا جيت لك لحد عندك وفهمتك وحذرتك. هفتكر انك جيتني وفهمتني، انما لو افتكرت حذرتني هروقك كده؟ استلقى وعده مني بقى. خليه يقابل اللي جاي، بس لو راجل بصحيح ما يقولش اي. الوزير رياض فهمي يا باشمهندس. خليه يتهبب يخش. حاضر. طيب انا هخلص مع اخينا اللي جه ده وهكلمك بعدين، ولا اقول لك تعال عشان عاوزك في كام حاجه كده. اتفضل. السلام عليكم. كل ده بتستحمى؟ لا اصل ال النور كان مقطوع، ولما النور بيتقطع الميه كمان بتتقطع، والسواق قاعد يلف على بنزين مفيش بنزين. يا انت جاي وجايب لي مشاكل البلد كلها في رجليك. في ايه يا باشمهندس؟ في ايه؟ انا اول مره اشوفك متعصب كده. ده انت حتى ما ردتش عليا السلام. اوعى يكون في حد موقع بيني وبينك، او يكون في اي حد قالك عني كلمه كده ولا كده. لا إذا كان على موضوع النسمة اللي انت كلمتني على الموبايلها، ففي موضوع كده غايب عن سيادتك. يعني مفيش موضوع ممكن يغيب عني. البلد كلها في ايديا دي. اي بني ادم انا شايفه رايح فين وبيعمل ايه وجاي منين. لا ما هي نسمة كانت بتصالحني، في مشكلة حصلت ونسمة كانت. نسمة ايه اللي بتكلمني على دي؟ المرة القواده دي ربنا يهديك ويعافيك. ايوه كده، ايوه كده. ادعيلي، انا مستني الدعوة دي من زمان على فكرة، لان انا حاسس ان ربنا هيهديني على ايديك. امسك. ايه ده؟ ده ملف صاحبك وحبيبك. ايوه ما انا عارف، بس يعني هعمل بيه ايه؟ اقول لك وما تزعلش. الله يا عسل.
لعلمك بقى يا باشمهندس انت اي حاجه تقولها لي ما تزعليش ابدا. بس انت ممكن تزعلني لما وصلنيش خبر يفرحني في ظرف 24 ساعه عن صاحبك ده. تفرحك يعني ايه؟ لا ما تاخذنيش، انا اصل الحاجات كلها دخلت في بعض عندي وزي ما تقول كده في فيوز ضرب. انت مش كنت بتتعشى معاه امبارح؟ مين اللي قال؟ هو والمصحف، والله العظيم هو اللي قال لي لما كنا في القسم ساعه موضوع اخته، قال لي انه هيتعشى معاك. طب ايه رايك بقى ان انا عاوزه يتعشى بكره فطوره؟ وليه بكره؟